مساء الخير أحبائي وأعزائي، وما زال الحديث والحوار عن الدكتورة سالي نسيم. وبالأمس في 30 يوليو 2023، اليوم، انفردت الأهرام الكندي بنشر تفاصيل وقعت اختفاء الطبيبة المسيحية. الطبيبة سالي نسيم طبيبة بشرية من كومومبو ومعيدة في كلية الطب وأمينة خدمة في الكنيسة وإنسانة في غاية الأدب والاحترام والتربية والأخلاق والهدوء. شقيقتها الأكبر مهندسة ومتزوجة من رجل دين أي كاهن، وداخل عائلتها أكثر من رجل دين أباء كهنة. تنتمي إلى عائلة مشهورة بمدينة كومومبو بأسوان، بداخل العائلة رجال أعمال ناجحين جدا ومشهودة لهم بالطيبة والأخلاق والسمعة الطيبة. الدكتورة سالي نسيم طبيبة ناجحة في عملها ومعيدة في الجامعة، ونشأت في أسرة متدينة وقريبة جدا من ربنا، وخادمة أمينة ومواظبة على التناول والاعتراف والحياة المسيحية بكل تفاصيلها. كل ما كناه قلناه قبل كده فجأة بدون أي مقدمات، الطبيبة قررت تغيير دينها. الجميع في حالة ذهول، كيف لطبيبة من عائلة بهذه المكانة الدينية والاجتماعية 31 سنة؟ فلماذا تقوم بهذا العمل؟ ستشغل قضية اختفاء سالي نسيم خلال الأيام القادمة، لكون أن الفتاة من عائلة كبيرة وبداخل عائلتها الكثير من رجال الدين. هناك بعض التعليقات. هاني السمري: في طبيبة بشرية من بلد كومومبو ومعيدة في طب أسوان وأمينة خدمة في الكنيسة وإنسانة في غاية الأدب والأخلاق وكل اللي قلناه. وبيقول إنها بتتميز بالسمعة الطيبة، وهي من ولاد أبونا ميخائيل موسى ينيح روحه في الاعتراف. يعني العائلة بجد حاجة تشرف جدا جدا. هي الدكتورة سالي نسيم طبيبة ناجحة في عملها وأسرة متدينة، وفجأة بدون مقدمات قال هذا الكلام. إيه اللي بدل حالها وغيرها التغيير الصعب ده؟ محدش عارف. الكل في حالة ذهول وعدم تصديق ورفض وعدم قبول تماما. كل مسيحيين كومومبو في مرار وضيقة وعظيمة لهم عدة أيام في حاجة غلط. مستحيل، دي مش عيلة صغيرة حد هيضحك عليها بكلمتين، لا دي دكتورة وكمان عندها 31 سنة من أسرة محترمة وعيلة كبيرة ماديا. هي من أغنياء كومومبو، يعني مكانة اجتماعية وعلمية ومادية مرموقة. تعمل كده ليه؟ الناس كلها حزينة جدا لأن ده مستحيل تعمل كده. طيب ليه؟ في حاجة مش مفهومة، في لغز في الموضوع، مش عارفين ايه هو. الله وحده اللي يعلمه ايه السبب، مش عارفين ومش مصدقين. هي ابعد ما يمكن عن الموضوع ده. هي ضحية جديدة في مسلسل مقرف احنا عايشينه. ربنا يتدخل وقادر يحميها ويحفظها وينقذها من ايد الاشرار ويبعد عنها عدو الخير ويرجع لها لحضن ابوها وامها. ارجوكم من فضلكم نصلي ونصرخ كتير بصراخ ودموع من اجل روحها. كيريا ليسون زمان نقلت جبل المقطم، محتاجين صلوات كتير كتير بلجاجة. وياريت يفعلوا الهاشتاج اللي كتبوا في أول تعليق وانشروه على صفحتكم لعله يكون سببا بعد صلواتنا لرجوعها. أكيد ربنا هيتدخل وهيعمل عمل وهيستجيب لكل الصلوات المرفوعة. سالي حدوتة في مسلسل متكرر، نداء إلى رئيسنا عبد الفتاح السيسي، نداء إلى كل القيادات السياسية، نداء إلى كل القيادات الأمنية. أسوان على صفيح ساخن، كومومبو على صفيح ساخن، انقذوا أسوان من الفتنة الطائفية، انقذوا كومومبو من الفتنة الطائفية. الدكتورة سالي نسيم لازم ترجع، الدكتورة سالي نسيم لازم ترجع. كلام متكرر. يوحنا أمين بيقول: الحقيقة الموضوع أنا شخصيا مش متابعه، لكن في الأيام القادمة أسوأ جدا مما تتخيل. مع ايه؟ انتشار الذكاء الاصطناعي، يعني ممكن يكون كل اللي حصل ده فبركة ذكاء اصطناعي والدكتورة مخطوفة، لان الذكاء الاصطناعي ممكن يصنع حوار بالصوت والصورة لأي شخص ويحدد الكلام اللي يتقال، بحيث اننا لا نشك ولو لحظة واحدة ان هذا الشخص المتكلم مش هو. ربنا موجود وهو قريب جدا هيرجع بنته، ولكن تحذير اننا الايام اللي جايه مع هذه الثوره التكنولوجيه في الذكاء الاصطناعي هنشوف ونسمع اشخاص مشهورين رجال دين وغيره هيتكلموا بكلام هم بعيدين كل البعد.
واوعوا تصدقوا اي فيديوهات او كلام في الايام اللي جايه، لان ابليس كاسد زائر يريد ان يرهب الكنيسه. ربنا معانا جميعا، وزي ما سمعنا عن ابونا في الوتير اللي قال لك ان هو اعلن اسلامه، كلام برضو كذب وجهل وتخلف وافلاس ارهابي. يا بني كفايه هبل بقى، هو كل اللي ربنا يهديه ويخش الدين الاسلامي، احمد عاطف بيقول كده، بكامل ارادته يبقى كده تم اختطافه؟ لا طبعا، بلاش ندعي اتهامات بدون دليل، لان الكلام ده قد يؤدي الى الفتنه يرحمكم ربنا. لكن جايز هي ما كانتش موضحه دراستها للدين الاسلامي الاله وللكنيسه، وبعدين ربنا هداها ودخلت في الدين الحق والحمد لله. واكبر دليل على كده القسيس الافريقي، ازاي مش عارف ايه انا افريقي ده، اللي دخل الاسلام هو وجميع من معه في الكنيسه، وتحول بعد ذلك الى الحج ابراهيم. يا سلام. ام هل هذا ايضا تم اختطافه وغيرهم الكثير والكثير؟ فبلاش بكلام شبيه كلام ده يؤدي الى الفتنه والعياذ بالله. واخيرا هدانا الله واياكم يهديكم لؤى، وهي لو من مده مش مقتنعه بالمسيحيه، ايه اللي يخليها تتناول من الاسرار المقدسه يوم 19 قبل ما تسافر بيوم؟ وده اقدس اسرار المسيحيه اللي بتؤمن بيه. يعني مش مجبره تتناول او تروح الكنيسه من اصله وتنزل بوستات مسيحيه على صفحتها، كلامك مقنع. الغريبه لما تراجع البطاقه المزوره معموله فوتوشوب، محدش عارف هل هي البطاقه مزوره ولا لا، محدش اكد ولا نفى. كل دي حوادث سرديه يجب ان لا تعمم لشق الصدر. يا ريت تبقى زي كل دول العالم المخطئ يعاقب مع الاحتفاظ بحريه العقيده، ويظل الوطن يسع الجميع ويكون الخبر بدون تشهير، لان حتى ذكر الاسم المفروض يعاقب قانونا بالتشهير والاذى للاخرين. يجب ان يكون هناك معايير لنقل الاخبار مثل دول العالم. ما اجمل وما اروع هذا الكلام الرهيب الذي يتقال دلوقتي. احبائي واعزائي، طبعا احنا عارفين ان الاخت سالي نسيم، لكن حاجة برضو لازم الاخوة المسيحيين يعرفوها، ان اختها اكدت وقالت ان هي اتصلت يوم 17/6 وقالت لوالدها انها اسلمت واعلنت اسلامها. وهناك مكالمة تليفونية مع الانبا سيدي روس وبتؤكد انها اسلمت، ولكن هناك تشكيك في المحادثة والكلام. لكن طبعا حكاية ان كل واحد يقول كلمة واللي يقول ان خالها كان كاهن وكل الكلام ده يعتبر جهل. جهل من اللي بيتكلم وجهل من اللي بيقول. و هنا واحد بيقول الاخ رامي كامل ناقص في المعلومات، بيقول علمت من مصادري ان الدكتوره سالي طبيبه ومع الكاهن زوج اختها، وكعاده اغلب الكاهن يبدا بالنقاش بصوره ابويه. المهم هو بيقول ايه، نترك الدكتوره سالي نسيم ونسال انفسكم كم سؤال لابنائنا لا تجد لها اجابه، ليس لعدم وجود اجابه لكن لجهل مننا. اتصلت بي ام تطلب ان اجلس مع ابنها الذي يخطو اول خطواته في العشرينات، وكنت انا اخر حلقه في الجلوس معه. بعد ان جلس معه عدد من الكهنه كلهم فشلوا باقناعه او الرد على اسئلته، انت كانسان كذاب ولا فاهم اي حاجه ولا بتقول اي حاجه في اي حاجه. كل الاباء الكهنه يعني الحمد لله بيعرفوا يجاوبوا لانهم دارسين عقيده ودارسين طقس ودارسين كل حاجه. وفي النهايه بنعزي الفنان حسن يوسف على ابنه أثناء غرقه في الساحل الشمالي وبالقرب من مرسى مطروح. ربنا يعزي الأسرة كاملة. أحبائي وأعزائي، أترك لكم المحبة وأترك لكم كل ما هو، أن نطلب من الله أن يبعد عنا الغلاء والوباء ويبعد عنا كل شر، وأن يحافظ على كل المصريين وإخواتنا المسلمين وأخواتي المسيحيين، وأي يحافظ على رئيسنا عبد الفتاح السيسي وعلى البابا وبطريرك الكرازة المرقسية وعلى أيضا شيخ الأزهر وكل الإخوة. أشكركم على محبتكم، ونطلب ونرفع أيدينا كلنا متضرعين أن الله يرفع عنا الغلاء والوباء ويبعد عنا المعوقات التي نشاهدها في هذه الأيام الصعبة. شكرا لكم أحبائي، وأتمنى أن يكون الفيديو عجبكم. لكم مني كل الحب والتقدير، والسلام. الرب يكون معكم.